كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. عمل متواصل ليل نهار وفرق تشغيل بالتناوب وكأنها في حرب ضروس مع الكميات الهائلة من النفايات التي يخلفها المواطنون بشكل يومي. بعضهم لا يحترم توقيتها المحدد لوضعها والبعض الآخر يضعها في أي مكان، وهذا ما يعيق مهمة فرق النظافة بل ويجعلهم أحيانا في مرمى اللوم والعتاب. كانوا جا لهم رساله بان العمل ماشي عيب كما كانوا كنشجع. يعني العمل ماشي عيب ياك؟ بطبيعه الحال نعم. اي عمل ماشي عيب، وانا كنشجع النساء المغربيات وكنتمنى يزيدوا بحالنا يتشجع اكثر ويمارسوا بحال المهنه حتى هما، يعني ما فيها حتى شي مشكل. نعم. ماشي عيب. لا يتوقفون عن أداء مهامهم لتنظيف الفضاءات العامة لمدينة الصويرة من نفايات وإجراءات التعقيم وسط الجائحة، والحجر الصحي لم يمنعهم من أداء مهامهم المتواصلة، ولأن الواجب أولا. أنا كيجيني هو هذاك عادي. خدمة الجنيه أي خدمة بحال هكا. ما كتلقايش شي صعوبة وأنت كتأدي المهام ديالك؟ لا ما تلقى حتى صعوبة. عادي. شنو الرسالة تبغي توجهي مثلا؟ كنشجع كلشي المرأة المغربية حتى هي تخدم في أي عمل يجي ماشي عيب، يعني ماشي عيب. نعم. عمال عاملات النظافة هم من بين العناصر التي تشكل تواجدا مهما في حياتنا اليومية قبل وبعد الجائحة، يقاتلون في صمت كل يوم للحفاظ على صحة الإنسان والمحيط البيئي للمدينة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.